رئيس الوطني 2017 لغرفتي الاقتصادية التونسية. مؤتمر افريقيا والشرق الاوسط هو فرصة باش شباب من تونس ورجال اعمال التوانسة يدخلوا ان كونتاكت ويبنيوا علاقات مع نظرائهم في الغرف الفتية في دول افريقيا والشرق الاوسط. فرصة انه باش يكون فما وفود حكومية باش يجيو وباش ننزوهم انه يشوفوا المناخ الاقتصادي، باش يمشيوا يزوروا شركات خاصة وشركات حكومية باش نظهروا لهم في الاخر اللي احنا قوة اقتصادية بارابور لبرشا دول الاخرين في افريقيا، وانهم ينجموا يتزودوا من عندنا احنا في احتياجاتهم المنتوجات التونسية. نحبوا نثبتوا اللي احنا قادرين نعملوا تغيير ايجابي سريع ومباشر على خاطر بلادنا محتاجة النشاط هذا والاكسيون بطريقة مباشرة. سليم الحاج مبروك، رئيس وطني سابق ومدير لجنة تنظيم مؤتمر افريقيا الشرق الاوسط لغرفة الفتية العالمية. المؤتمر هذا يصير كل عام في على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. الغرفة الفتية العالمية مقسمة لأربع معناتها جهات. من سنة 2006 ما صارش تنظيم المؤتمر هذا في تونس. فرحانين برشا أنه تم انتخاب تونس عام ناول في جنوب أفريقيا كبلد منظم، وتم انتخاب غرفة فتية بسوسة كغرفة منظمة. دونك احنا اليوم حابين نعطيكم لمحة على التحضيرات وشنو البرنامج اللي استنى فينا، خاصة أنه مازال أقل من شهر على انطلاق المؤتمر هذا اللي هو من 3 إلى 6 مايو 2017 في سوسة. باش ننتظروا أكثر من 700 مشارك، إن شاء الله بين 700 و 1000. لحد اليوم فما أكثر من 550 مسجل عندنا في القائمة نتاع المسجلين، أكثر من 40 دولة ممثلة. برشا مشاكل تخص المنطقة باش يتداولوا فيها الشباب، البطالة، المشاكل نتاع الإرهاب اللي موجودة في بعض البلدان. ونحبوا زادة نطرقوا ونستغلوا فرصة نتداولوا مع بعضنا شنو هي سبل التعامل ما بين تونس والدول الإفريقية. خاصة اليوم احنا من سنوات قلنا الشيء هذا، اليوم قاعد يتبلور أكثر وأكثر أنه تونس قاعد تنفتح أكثر على السوق الإفريقية. احنا موجودين على مستوى أكثر من 30 دولة، والشبكة على المستوى العالمي فيها أكثر من 200 ألف عضو. نحبوا نحطوا الشبكة هذه على ذمة دولتنا وعلى ذمة المستثمرين اللي يحبوا يتعاملوا مع الدول الافريقيه، خاصه انه كتبنا عندك علاقات ديجا مخدومه، تعاونك برشا تربحك في الوقت خير منك تقعد تعمل في لي كونتاكت سيتيرا. دونك ان شاء الله باش تكون فرصه للتلاقي والتباحث لسبل التعاون ما بين تونس وما بين الدول هذه.